السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي المتابعات او المشاهدات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بهذا الفيديو خاص بلا سيري تاع الصوف او الكروشي. رايحه ندير لكم في هذا الفيديو بلي شيت هادو تاع الصوف او بواقي الصوف. هادو لي هكا صغيرين، هادو حابه ندير معكم فكره، يعني نقولوا لها افكار من الصوف. المهم حنا انا ديجا درت بهادو لي كولير الكل، حطو هادو جانبا، حطهم هادو هكا حطهم جانبا وندير لكم بالابيض. بون عندنا الابره تاع الكروشي والمقص، هذا من هذا ما نسحقو في هذا الفيديو، وخيط والبعاء وهادو الخرازات، هادو لا مبليش شريتهم بالميزان في محل لوازم الخياطة. نبداو على بركة الله هاد العمل، نديرو الدائرة السحرية من قبل اني درت في الدروس هادا تاع الكروشي الدائرة السحرية، باه نديرو عقدة البداية. حنا نديرو نخدمو ولا نعملو في هاد العمل تاعنا، نعملو في هادي الدائرة السحرية. ونا دروك نبداو على بركة الله، درنا الدائرة السحرية ونطلعو سلسلة بتلت حلقات هكا، ونبداو نعتبروه عمود ونديرو نبداو العمود بلفة، نديرو ثمن أعمدة زوج. دوك عندنا هذا الارتفاع وهذا العمود يعتبروا زوج، ثلاثة أربعة خمسة خمسة سنة ستة سبعة ثمانية، ديرو ثمن أعمدة بلفة. بون توجور دوك دايما أشاك فوا نعودو نخدمو بالكروشي، توجور الكبة تاع الخيط حطوها على الجانب الأيسر، ومنا هذا الخيط اللي باه نعملو بيه على الأيمن ونبداو. بون ما نقفلوش الحلقه السحريه، مازلنا نخدمو، درنا تم اعمده بلفه ومن بعد نطلعو بربعه هكا ارتفاع، هي ارتفاع بصح حنا نخدمو بها، زوج ثلاثه اربعه وندخلو نزيدو نهبطو هنا، ندخلو في هاد الحلقتين اللي يبانوها حلقتين في الجنب، عشان نزومي لكم حلقتين هادو ها هكذا، ونديرو منزلقه هكذا. روحوا للدروس ودوك تشوفوا الدروس تاعي المنزلقه هذه فيها تسمى التعريف تاعها. ومن بعد نزيدو نزيدو نطلعوا بعمود بلفه، نكملوا العمل تاعنا، نزيدو 8 الله 2 3 أربعة خمسة، حاجة تسمى هذا حاجة أو عمل بسيط جدا جدا لأفكار من الصوف، ونحتاجوهم في تزيني بهم أي حاجة هكذا. دوك نعطيكم دوك في آخر الفيديو تشوفوا الشكل هذا، شيء ثم الشكل هذا كيف يولي، زوج أربعة ستة سبعة ثمانية. بون خلصنا، نقفلو هادي ها، نقفلو الدائرة السحرية ها، هاي قفلناها شوفوا ها. من بعد نديرو نزيدو
نلصقوا هذه في الحلقة الثالثة من السلسلة. هاي واحدة زوج ثلاثة، ها ديروا منزلقة هكذا، ومن بعد درنا منزلقة، نطلعوا بسلسلة فيها ثلاث حلقات، ونديروا في هذا الواحد في الحلقة الموالية هذه تاعهم، الغرزة الموالية نديروا نطلعوا بثلاث أعمدة بلفة، هذه ارتفاع واحد، والعمود الثاني هذا الثاني يعتبر عمودين، ثلاثة باردون. هادو ارتفاع وعمود يعتبروا زوج في نفس الحلقة، بعد ندخل ثلاثة العمود الثالث ونزيدوا العمود الرابع هكذا، شوفوا هكذا شوفوا، من بعد نرتفعوا بتسعة حلقات من السلسلة، نديروا سلسلة فيها تسع حلقات، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ونهبطوا لهادو الحلقتين اللي في الجنب، ها هادوك نزوميهم لكم، ها هكذا، ونديرو منزلقة هكذا، ونزيدو لا ميم شوز، نزيدو نديرو سلسلة فيها تسع حلقات، وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ونفس نفس العمل بعد ندخلوه في هذو الحلقتين اللي هنا، ونديرو منزلقة كيف هذا العمل تاعنا، عبارة عن أعمدة وسلاسل، هذا مكان بون، ونديرو حلقة هكذا، نديرو حلقة هكذا، ونقصو الخيط. العمل تاعنا جد بسيط وسهل هكا، ونشبحو بون. هادو الخيوط الزائدة هادي نضفوهم بإبرة التنظيف أو بإبرة الكروشي، هكا للمبتدئات يديرو بإبرة، ثم وها حنا دوك نديرو غير هكا تجي ساهله، وشوفوا لي فان تاعي اشاك فوا، عاودوا الوحده عاودوا الفيديو عاودوا الفيديو تفهموا الموديل هذا. فهذه ثاني تاع الحلقه، هذه الدائره السحريه ثاني، هذا الخيط اللي خارج منها، زيدوا هكذا جبدوه تحت العمل هذا، يجي العمل تاعنا نضيف فيه شكل حوايج لي ما الزوائد هادو، العمل تاعنا ما شوفوا زي ما شوفوا. درك نقومو بالتزيين بون، هاني نعتلكم لي فان تاعي واش هي الشكل هذا، ارنب شوفوا الشكل تاعو، هادو تزيني به نقولوا لي سيرتات لي غوب تاع الولاد، البلايز تاع البنات كاسيتو تاع البنات الصغار تاع 4 سنين 5 سنين 6 سنين، ومن بعد دوك نقومو بالتزيين تاع هذا الواحد بون، جات هكا ناقصه حاجه بون، دوك نديرو لها العين تاعها تاع هذا الارنب، نديرو له العين تاعو بالخرز هذا، ها هذا شريته بالميزان، ديري حبه فريده
هكذا باه تبان لك العمل تاعك، يبان هادو التزيين، هذا التزيين كل واحد التزيين. تقدري ديري بالخيوط صوف، وانا تسمى انا درت هكا، تحبي بالخيط تاع الصوف تاني يجوز تاني ديري بالخيط، كل واحد كيفاه يعرف. هكذا ديري زوج غرزات برك، غرزة الاولى وزيدي دخلي وخرجي هكذا. هكذا وعقدي من الدورة. هذا انا في طبيعة شتي ندير الحوايج الساهلين هادو البسيطات، و حاجة بسيطة وسهلة باردون. هكذا شوف هاي خرجت، هسنا نحي وهادي زايدة. شوفوا يا لي فان تاعي، شوفوا يهبلوا خموس عليهم. بون انا درت قداه اللون وما درت لهمش العيون تاعهم. المهم درت انا نبه نعتلكم برك، هاي درت هذه البيضة ودرت القغي، هاي القغي هادو كل باه يزينوا بيه اللي عندها اون غوب غريز ولا البلو سيال هادي ولا الماغون الغوز. درت الغوز، شوفوا الغوز ثاني يتهبل، شوفوا خموس عليها. ودرت الجون، شوفوا ودرت فوشيا غوز فوشيا. هادو كل التزيين تحبي ديريهم في الطواوط كيما نقولوا هكا، السني طواوط على اكزومبل هذا كيما هذا غوز، شوفوا غوز تحطوه هكا طواط، تلصقوه بالبيستولي ولا بالخيط، شوفي زي ما يجي طواوط. تحبي تحطيه في لي سيغتيت في لي غوب في اي حاجه، في بار اكزومبل كيما لي نوفوني تحطي لهم زوج ولا ثلاثه في هذيك لي تاع اللعبانه هذيك تاعهم كي تجي توكليهم صرفيطه هذيك. هذا هو العمل تاعنا يا لي فان تاعي، وان شاء الله ينال رضاكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش في اللايكات وما تنسونيش في التعاليق الجميله تاعكم، وما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.